بدأنا المباراة. الظهير الأيمن مع الكرة. عليهم أن يحذروا، الكرة قريبة جدا من المرمى. لانجلي. تمريرة إلى منتصف الملعب. إنهم يستهدفون الجانب الأيسر. وتستمر التمريرات حول منطقة الجزاء. محاولات للمرور والاختراق، لكن لم ينجحوا حتى الآن. فرصة للتمرير. يعيد التمريرة إلى زميله. يا لها من تسديدة. كان الحارس محظوظا أنها خرجت. أنخيل دي ماريا. بعض اللاعبين متاحين للتمرير. لم ينفذها بشكل سليم. يحاصرون منطقة الخصم، لكن من دون فاعلية حتى الآن. كريستيانو رونالدو. أمامه خيارات تمرير كثيرة. كريستيانو رونالدو. إيفان سانشيز. لوكاكو. محمد صلاح. أصبحت الكرة على يسار وسط الملعب. يمكنه أن يمرر الكرة. يحاولون إبقاء الأمور تحت السيطرة. تمريرات فائقة الذكاء. المهاجم الأيمن. كريستيانو رونالدو. تمريرة قطرية بالغة الدقة. 1-2 سريعة. كريستيانو رونالدو. وصلت إليه بدقة على يسار وسط الملعب. هنا أم هناك أم أي مكان آخر. هزت الكرة الشباك. يستحوذ الضيوف على الكرة. حان وقت استغلال الفرص. بيلاقي المساندة من رفاقه. إنهم يحاصرون الفريق المنافس بالاستحواذ. أنسو فاتي يفكر في خياراته. إيفان سانشيز. كريستيانو رونالدو. يمكنه تمرير الكرة. أنسو فاتي. أنخيل دي ماريا. أنسو فاتي. يمررون الكرة ويحاصرون منطقة الجزاء. ويمرر كرة عرضية. صد الكرة بركلة ركنية. يرسل الكرة إلى زميله. أنقذها الحارس. وركلة ركنية. والعرضية. هجمة رائعة، لكن بينقصها اللمسة الأخيرة. الجناح الأيمن بيتحرك. مساندة رائعة. أنسو فاتي. المزيد من الخيارات لتمرير الكرة. إيفان سانشيز. فرصة لتمرير الكرة مجددا. لوكاكو. كريستيانو رونالدو. يحاولون تخليص الكرة من منتصف الملعب. ضاع المجهود. خرجت الكرة. الكرة مع أصحاب الأرض.
يتطور الهجوم بشكل جيد وثمت العديد من إمكانيات التمرير. يبادل التمرير، يسجل صاحب الأرض. الحكم يطلق صافرته والفريق الضيف يبدأ من جديد. نهاية الشوط الأول وحان وقت الاستراحة. يبدو أنه تحول إلى العمق من اليسار قليلا. توقع اللاعب هذه الحركة وقطعها. أنسو فاتي، إنهم محاصرون في منطقة الجزاء. محمد صلاح يعيد التمرير إلى زميله. خيارات التمرير متاحة وما عليه سوى الاختيار. مراوغة، لم تنفذ جيدا. ينطلق إلى الأمام بالكرة. تمريرة رائعة. أنخيل دي ماريا. كريستيانو رونالدو. لحظة صعبة للخصوم، فقد قطعت الكرة منهم. تجاوزت خط التماس. أصحاب الأرض على وشك لا برمي التماس. يغير اللاعب الهجوم للجناح الآخر. حظ سعيد في المرة القادمة. الكرة مع الظهير الأيسر دلوقتي. ويفقد الكرة. تأخر في العرقلة. كريستيانو رونالدو، فكرة رائعة لكن لم يكن التنفيذ بهذه الروعة. يستحوذ المهاجم على الكرة. كريستيانو رونالدو، الكرة في وسط الملعب على الجانب الأيسر. خرجت الكرة. الكرة لأصحاب الأرض. إيفان سانشيز. محمد صلاح. كريستيانو رونالدو. لوكاكو ما قدرش يراوغ اللاعب. يطلبون التمرير أمامه. تياغو سيلفا. كريستيانو رونالدو. تحرك مذهل إلى الأمام واللاعبون متمركزون ومستعدون. كادت أن تكون تحفة فنية لو كانت التفت. يشوط حارس المرمى الكرة لنص الملعب. تمريرة خاطئة وتقطعت الكرة. يحاولون خلق مساحة للتمرير. تستقر الكرة بالكامل في جانب واحد ولا يستطيع الخصوم اعتراضها. تياغو سيلفا استلم الكرة من اليسار. لوكاكو. كريستيانو رونالدو. لانجلي. لوكاكو. أمامه خيارات في كل مكان. إنهم عاجزون. معهم الكرة لكن من دون أي فاعلية. كايخون. ويحاول اللعب. محمد صلاح. كريستيانو رونالدو. لوكاكو. وهكذا أتى أحد للمساندة. هذه ركلة حرة لكن أجلها الحكم. الكرة مع المدافع على اليمين. ليس التوقيت المناسب. يحافظ المنافس على الكرة. كيف يسمحوا لأنفسهم بفقدان الكرة بتلك الطريقة؟ يا لها من لحظة صعبة للمدافعين. أنخيل دي ماريا. انتقلت الكرة
التحام رائع، نجح فيه ببراعة، حركة رائعة. لوكاكو، الكرة بقت على يمين وسط الملعب. تمريرة قطرية مذهلة. لوكاكو، وها هي صافرة النهاية. مباراة عظيمة شاهدناها اليوم.